اللهم إن كان هذا الوباء بذنب ارتكبناه أو إثم افترفناه أو زور جنيناه أو ظلم ظلمناه أو فرض تركناه أو عصيان فعلناه أو نهي أتيناه أو بصر أطلقناه فإنا تائبون إليك فتب علينا فإنا تائبون إليك فتب علينا يا ربنا ولا تطل علينا مداه ولا تطل علينا مداه وردنا إلى بيتك ردا جميلا اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها اللهم اصرف عنا هذا الوباء لا فاقدين ولا مفقودين لا فاقدين ولا مفقودين اللهم اصرف عنا هذا الوباء لا فاقدين ولا مفقودين.